مبلين عثمان وعنيقة وأن عبد البولا مهد أذافو وحان أي محمود يبرو وحان أي لما قابني أهي وحان عبشكنا أي من كان نكان يوسف لير الله عبشكنا أي يوسفو أذيقة أنويني والحذن جرعي أوك أرنت ماشي كبلا وتي ماشي كل منطقة أنا أو كده بس أديه أوك إن هاد أديك ست جاز جاز أنت سوين استكت أرنا هذا بر محمود يروح شلبي اللي حبي لو تكار أرنا هذا حد وصاب بنام بحيان محمود يروح حقوق دي سو بنام بحه حقوق دي سو راسها عد أو كجنبا ملا عد أو كعبساي ملها وعدد جرا وعاتري إن هجان كباشا عجبي هوشيسة أنا أنت نجت لاستي أهدن هجانك أدي هجانك هاش جب واقه وأديك أنا أنا أقوله أديك أقطعه إن حلبانك كسوق جاري إذا عرعر أو الماء وذا كعسين ونك سوقر جيس يبوشش جيس الأرض هاي أو والله عدة سالو ورر أيا نبو حسوق على حلبان عبد الرحمن وحيوك اللي في استوديو هم أنت أنا ما ضو صار كسوق استاجو وحندبص على هذا الكسوق يري إن ولكن يوسف يوسف دارع هذا أو حما هاي إن ولكن ما أنت شلعي السجون كفير سن كفسي كفير سن شلع أنا إنه أهدلي أمل أقول عي باشا محمود يبرو باشا مبلين أو ما على أو محمود يبرو كأ أيو مل مل أقول عي لق من اللي قفليني إنه سيد أهدلو السجون وين أه وحسي فريستي شلعي بره برشدة وحيري وحابنا بحين محمود يبرو محمود يبرو وحي وبنام بحين وحي دونين حقوق ذا نبضون كل الدلي وحال الدلي شم بلوت كهر لح بلوت مر لقي جوجو أو حال الدلي نبضون الله نحرسته نبضون حسن علي مود عدي أو محمود يبرو أو نبضون كم على مبلين هاي نبضون كا وحال الدلي نبدلي وحبت كل فتي قري عاك أنت وقاتي لكن وحافلك كل عي نبضونك أو مس نبضين وفديو أيا لصو لصور هاتسدي عصر مال الفدي عصر مالي جوجش تيري أرين لكن أول سكو هستي وفدي أرنت لكن كيد الله فدي على سو بس دت سو شرقول سو مليجين أي سو راسدين نبضونك قابتي شركة كجري أيو غنيك أقول سو أي نبضونك وحور أنواع كسي وعي وحال الموتاس سي موتاس سو وتجدك سو سو مرايد لغة سلوجلو الحمد لله وحال عذي إن نبضونك اللي دلو نبضونك نك دلايو قرية أوتو نمبا سوسي موتاد الغوذي نمبا كوذي أساقا نمبا لجري على كل حال لبكا سمركو لعي ونبضونك لدلي ونكي نبضونك دلين لدلي ايا وحال ير قرية لقبتي قرية ايا ونكو ألقبتو حال ير هاي استيكو سعطا عني وحان كسعطا ويري هير على أبو كران كسعطا قرية ايقا إسوسيين إسماعيل موتيسا الغوذي دي برن لها يا متقانا ماشي وحكا هاي متقانا متقانا يعني حريري كهاي دي برن حسعال مود الله نحر سمرك اللي ديلي نكي ديلي نقول اللي ديلي ونكي لسعودي اللي جريها يو اللي صوقبتي ايا وحصوق اللي ماشي هجانك سياسة مبلين إسمان حلبانك فدرالك نوفديو عبد الرحمن شيخ أيا أرنت صوغ علي يريني أمرنا ديبي لهاي دل كان وصي صعل هاي ولا لسكسي بابي الهاي حلبانك كسو قاري إذا عرعر أو الماء وذا كعسين ونكا سوغور جيسي بوشش جيس الأرد هاي والله عدا سالوير أيا نبو حصوغ علي حلبان عبد الرحمن أساقا هكيي أسأل عيد الصادري دتك ولا كلام مصلحي ولا كل علية يوسفو أنت عس أديق وجد أو لف لي المدلح بلاده أو اللي جورسوا هاي جوابته صبح ده أنت بارست صعته
ayaa waxa soo fariisatay media waxa tiri maxmuud diiro waa banaan baxay si gardaro aanu ku banaan baxay ma laga filayn yuusuf dheero saas yuusuf waxa laga filayay in aad cadaalad noqotid in aad noqotid laquntii labada garab u dhaxeysay ma aad noqonina waxa ku soo jeesatay walaalahaada maxmuud diiro adigoo bahal ah oo dhoolka si ah ya in oo hiraawo maxamed adiga aan nagala hadasho yani wallahi waa ku xumahay oo wax laga filayay ma ahan wax maxmuud yaro qaadan karno ma ahan maxmuud yaro xuquuqdiisa uu banaan baxa xuquuqdiisa uu raasaha cid oo kaga baahay male cid oo kaga cabsaahay malaha waa dad jiro waa qabiilkaada waa walaalkaada waa in adeerkaada waa garabkaada inaad adiga liidud ma ahayn inaad noqotid laga reeb luqantii labada garab dhaxays waa noqon weydiis maxmuud yaro soo jeesatay waxaa dhacday haddana waxaa soo dacweysateen niman hiraab nin hiraabina waa disheen haddana laba nin oo hiraabiyaa soo mataqaanaa dacweystay aad mataqaanaa eedka sheegido haysiin waa laga sheegaha eedda qorgiga iska lahay wax qarsoon ma ahan abdigii magacal waa ogyahay recordinaa yaalo war la iska duubayaa yaalo adiga oo nin weyn e oo lixdan jir e oo og arrinta meeshaay ka bilaabatay meeshay mataqaanaa oo ku dambaysay adigoo og adigoo og in mataqaanaa dowladda arrinta soo dhex gashay oo dowladda hakisay inaad adiga si jees jees aan soo istaagto aan dhahdo maxamuud yaro shalay lix bilood ka hor arrin dhacday hadday usoo banaan baxayaan ninba nima loo ma ahan mana aha waajibkun kuguma ahaynin sharafna kuguma ahaynin inaad saas u hadashid laakiin naga soo garbax garaa lagugu haastaa yuusufow maxamuud yaro meela ugu dhacday maxamuud yaro waa ka helisay taas horta waa mid waxaa tiri hoggaanka beesha aa gebay hooshiisa annaga inta naga tilaabsatay aa haddana hoggaanki aaday hoggaanka hoosha gebi waa kee oo adiga annaga aanu ogeyno adiga ogtahay soo maaha ninkii soo dhexgal arrinta hoggaanka siyaasadda ee xildhibaan cabdiraxmaan sheekh soo ma asiga ma amrin in lasoo qabto ninkii intii falkaas ka dambeysay in lasoo qabto soo xildhibaanka soo ma aheen soo ninkii dadka kala celiyo maslaxa dhex dhigo adinkan meelaa u dhaqaan kartii male maxamuud yabarow gadaasheeda mara anaa idin hor socdo xaqiin waa helaysiin ninkaas wuu xerin yahay waa la xiri saldhigga johoraa lagu xiri waa lasoo gudbiyey c a d xamaraa loo soo gudbiyey waxaa dameyntay sheekh cumar yuusuf intee kaa martay markii oo mataqaana halaas inay dhacay intaa jirta adiga waddanka maa ka maqneed maraa dhahdeen mataqaanaa waxaa la fariistaa waay waddanka maa ka maqantaha adiga waxaa ku jirtaa mataqaanaa dudul dhexdeeda maa dhex degan tahay meel oo dad degan yahay ma deganid miya adiga meel dad degan yahay ma joogtid miya meel satarlaad leeyahay ma u joogtid war adiga yaa waysi inta gogoldhe u wacday oo goonsoon fadhiista a dhahda oo waysi oo maxamuud yabarowa ama mataqaanaa magacal eh ama abidig eh ama yaa wacday sheeg bal adiga hebelaa wacay hebelaa wacay goonsoo gala iri waa dadan waay war ma ahano wax waa warmaceysi allaa taas hoggaankana meelha ugu dhicin walaalahadan maxamuud yabarow meelha ugu dhicin naga soo garbax khalad baa kaagaa tabaheynaa haddaa dadkaadi adiga oo ehelkaada oo bahal aasan tihiin gartaan bahalaa ku haysanaa yuusuf idinkaa dhalay hana laga soo garbaxo wuxuu nagu sameeyey waa recordinaa yeelo si mataqaanaa social media u ka hadlay maxaa kuu soo yeeray xildhibaanka xildhibaan cabdiraxmaan been wixii tiriisa ma laha aniga awalan waxaa ahayd dadka oo dhihi jiray ninkaani wax qabahaya ma ahan markuu soo galo arrintan talku isku dhacay oo soo dhex galo tii wareysa eetahay arrin ugub eetahay arrin nabadoon la dilay eetahay oo ugub oo soo galay waxaa iga caddaatay meeshaaset inuu qofkan qof hor u socda u yahay oo jaranjarada uu sii koraya magma hoos aan usoo degaynin laakiin la dad la shaqeeyo oo wax la qabta la waana xaqiiqo waa aqaanaa aniga walaalahay waa aqaanaa yaan la isxaqhaganin shalib aniga waxaa dhihi jiray mataqaanaa cabdiraxmaan aniga ma noo soo jeedo cabdiraxmaan meel kale u jeedaa cabdiraxmaan aniga weligeen isma arkin ishan isma saarin laakiin waxqabadkiisa bilaawgiisa markaan arkay waan aaminay marka yuusuf waxaa tahay nin weynaa tahay yuusuf waa qal doontay hadalka markaa hadlaysa waa inaa hadalkaada oo ahaadaa mid oo mataqaanaa oo dhadhan loo miro dhale aynu ahaadaa oonasan noqonin warkaada dacaar inoosan noqon oo warkaada inoosan noqon wax dad kala geeyay inoosan noqon hoggaankeena wanuu shaqeeyo hayaa hoggaankeena waa ka dambaynaa ogow
عند أن هو قال لهن مجرت أدوية ذا نملة قران شذي تسعت هو قال لها ذا الحوال عسل صاف هو قال لها بين عادك محاودي إنه هو قال يش وأكو قصبنا هاي ولقى ذا جر جرت هو قال ك وين سي جريسة وأنا سي هاي هنا وحربا إنه ما بقولين نبض هذا وحربنا إن ورحمة الشركة اللي أسكت لافو وحربنا إن أو متقانا رنت اللي أسكت شيغو يعني لك القبرين وأكتهين وحي نعي عصر مال بناكي سكن نعي وحس على المدو القد لي دات كي جيوغو ولوليهين ولي مدى منين نكي واحد اللي وركيس والله هاي ودومي ريكوردين واي مدى من ولي مركا يانا يعني يعني لسكو صوحك يا يعني لسكو خيان يعني بن لسو شيغين يعني لسو سيرين دات كان مصير مايان dad kan ay tuwaysoo guteen dad kan dhibaatooyin badan soo mareen dad kan waxay og yihiin waxa maanta jiray og yihiin marka waxa aniga aan leeyahay hadaan anaga baashi maxamuud yibro waxaan jecelnahay cadaalad waxaan rabnaa cadaalad war aniga hadda ay soo gasho cadaalad diyaar u ahay een ma taqaana een haday heer cal abu kurcee gashane cadaaladu waa laga rabaa iyaga inay u hoggaansanaadaan haddii yusuf cadaalad ay gasho waxa la rabaa yusuf inuu hoggaansanaado haddii aan isoo gasho aniga inaan hoggaansanaado noo dhiraawo maxamed waa ninkaas ee tuma dacwey kartid ma ahan haddii xasaanad leeyahay uma la xasaanada inuu dadka oo ku shir qoola oo dadka uu ku dilo looma siinin xasaanada xasaanadu waxa loo siiyay inuu talku ku hoggaamiyo oo talku ku wado oo talku ugu shaqeeyo horumarkooda uu ka fikiro maxay ka qabteen joor waxba kama qabanin waxa uu keenay malaha marka dhalinyaro inta talka booda inta ma taqaanayeen taladooda waa waa ma taqaana mid aad u fudud waaye een waxaan jecelahay haddu ilaahay karaal noqdo mublin cismaan mublin cismaan mublin cismaan waa aniga waa in abdul boole mahda adafu waxaan ay maxamuud yabro waxaan ay lama gaabanay ahay waxa cabashkanahay ninkan ninkan yusuf dheer la dhahay cabashkanahay waxa cabashka ahay khayaarta mublin nabadoonnada mublin wax garadka mublin siyaasiga mublin ee saldaanada mublin war uu istaaga arintan xalkeed ha loo istaago runtan ha la soo sheegay cid ay ku jirto farta ay ku godantahay in farta lagu godo loo war farta ay ku godanadinkee ka garbaha umada intaas warkii ku soo gabagabeeha waxa halkan ma had uu cilna idaacada SWL iyo hoggaankiiga xildhibaan cabdiraxmaan sheekh aad ugu mahadsantiin